بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا البحرانيون والجالية المناصرة لنا تقف للاحتجاج أمام سفارة الاحتلال السعودي الذي دخل بجيشه وبقواته الغادرة للأراضي البحرينية 14 مارس من عام 2011، ونحن نقف منذ دخوله في تلك الفترة لأكثر من 30 شهرا بشكل الأسبوع يوم الأربعاء. نقف الاعتصام هنا للاحتجاج على سياسته التي قام بها هذا الاحتلال عندما وطا ودنس أرض أوان وقام بقتل الشهداء وتهديم المساجد وحرق القرآن وقتل الأطفال وغيرها من الجرائم الشنيعة التي لم تسبق أن حدثت على أرض أوان. نقف هنا أيضا للتعبير عن مطالب شعبنا ونساندهم الذين يخرجون بالآلاف في مسيراتهم اليومية وفي مسيراتهم الجماهيرية الكبرى، وأيضا نقف هنا لكي نستنكر جرائم الاحتلال الخليفي التي لم يقم بها حتى الكيان الصهيوني عندما يقوم بتعذيب المعتقلين والسجناء حتى يشارف على الموت ويقوم بعدها بالإفراج عنهم كالإفراج عن المعتقل يوسف النجمي الذي هو في حالة موت سريري. هذا يعكس طبيعة الإجرام الخليفي، وأيضا عندما أفرج عن المعتقل البطلة الأخت نادي علي التي هي في أيامها الأخيرة لكي توضع، وقد وجدنا هذا النظام كيف يتعامل من دون رحمة مع كل هؤلاء المعتقلين. هذا يذكرنا بالشهيد جابر العلواني الذي مات داخل سجون النظام الخليفي ولم يفرج عنه إلا قبل يوم من استشهاده ووفاته. بالتالي نحن أمام نظام خليفي حاقد ومجرم يعتقل المواطنين الأبرياء ويزج بهم في أقبية السجون ويمارس ضدهم التعذيب حتى المشارف الأخيرة من حياتهم، ولا يفرج عنهم إلا بعد أن يتأكد بأنهم لن تكون لهم قائمة عندما يخرجون من السجون. نحن أمام نظام وحشي وأمام نظام قمعي. نحن نقف هنا لكي نستنكر جرائم الشنيعة ضد أبناء الشعب البحريني. سوف يواصل أبناء الشعب البحريني المسيرات والاحتجاجات، وسوف نواصل هنا مساندتنا له حتى تحقيق المطالب إن شاء الله، ويكتب لشعب البحرين النصر القادم المؤزر.